تجيب بيهم ايه يا واد يا حمصه؟ اما اكلم البت ياسمين وعزمها على الغدا بره على اندومي، هو ده على قد جبنه. الو، ازيك يا ياسمينه؟ عامله ايه يا قلبي؟ وحشتيني قوي. انت كويسه؟ وراكي حاجه النهارده؟ طيب انا عزمك على الغدا بره، ايه رايك بقى؟ تجيب عمران ما تقلقيش يا بت. بقولك ايه، ساعة كده وقابلك عند موقف الاتوبيس كده. يلا ما تتأخريش بقى، البسي احلى حاجة بقى وظبطي نفسك. يلا بقى عشان الغدا يا بنت. سلام. يا حلاوتك يا واد يا حمص، وانت بتقول لها انا عازمك على الغدا. ايه الشياكة دي يا واد يا حمص؟ انت رايح فين كده يا ولد؟ الله، ده اقل حاجة عندي يا امي، بس انا خارج شوية كده مع اصحابي ومش هتأخر يعني، هتلاقيش عليا. يلا سلام بقى يا امي، مش عاوزه حاجه اجيبها لك وانا جاي. لا يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، ولو عرفت يعني جيب لي معاك كده كيس اندومي في الديره كده بهاتهولي، ما تخليش اخواتك يشوفوه. برضو اندومي يا امي؟ مش ناويه تبطلي العاده بتاعتك ديت؟ مش بنقول ان الاندومي بيجيب حاجات وحشه وبيجيب لنا امراض؟ ما عدتش تاكلي بقى اندومي يا امي. عشنا وشفنا المعزه اللي بتعلم اولادها. انزلي ولا يلا يا ولا اجري يلا عشان ما تاخرش على اصحابك. سلام. يا رب ما ينساش الاندومي اللي قلت له عليه ويجيبه لي وهو جاي. ازيك يا ياسمينة، عاملة ايه يا قلبي؟ ايه الشياكة والحلاوة اللي انت فيها دي؟ شكلك جميل قوي وقمرة. شكرا 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 يا حمصة. يلا بقى عشان انا جعانة قوي. ده البت المفجوعة دي يا اختي، لسه بقول لك انت شيك وحلوة، قولي له ايه الشياكة دي ولا اي حاجة يا اختي. ده القرف اللي انا فيه ده يا رب، يعني انا هعزمك على الغدا وهدفع وهصرف وجاية تقولي لي يلا انا مستعجلة على الغدا؟ ما كنت كلت في بيتكم يا اختي. انا جعانة قوي يا اختي، قولي لي كلمة حلوة اول. ها؟ تحبي تاكلي ايه يا ياسمينة قلبي؟ انا عاوزة فراخ مشوية وطبق محشي وطبق رز بسمتي. يا بنتي ولا حاجة نفسك، انت عمرك ما شفت اكل قبل كده ولا انت جاية تتسهري هنا في المحل ولا فا؟ يا بنتي ده انا هطلب اندوم انا وانتي، انت عشت في الدور قوي وفراخ ومحشي فا. اندومي؟ اندومي ايه ده؟ لا طبعا انا مش عايزة اندوميات، انت قايل لي انا عازمك على الغدا، يبقى انا اختار اللي انا عاوزاه. الكلام ده لما تبقي تخرجي مع رجل اعمال يا ماما، مش عيل لسه في مدرسة بياخد مصروفه من امه وابوه. انا شكلي غلطت لما جيت وقعدت معاك هنا، انا ماشية. تكون احزن يا اختي، المحشي قال قومي يا اختي غرف 60 دقيقة. ليه يا ياسمينة؟ ما تخليكي قاعدة يا ياسمينة. هتطلب لي الفراخ والمحشي اللي انا قلت لك عليهم والرز البسمتي؟ مع السلامة يا ياسمينة، تبقى نتقابل في مرة تانية احسن من دي. مع السلامة يا ياسمينة قلبي. امال هجيب اندومي ليا انا وامي وناكله انا وهي سوا؟ حبيبه قلب امي دي، بلا ياسمينه بلا بتاع، مفكراني نجيب سويرس ولا تعزمني على فراخ ومحشي ورز؟ ايه يا اختي، ما كنت كلت في بيتكم بالحاجات دي. باي باي بقى اصحابي، واشوفكم بكره في حلقه جديده وحكايه جديده. ما تنسوش بقى